شوي شوي. إخوان تحية الأصدقاء، جينا اليوم نخرجوا بواحد الفيديو، تحية لجريدة الواجهة وبعد على هذه الاستضافة. جينا اليوم باش نخرجوا بواحد الفيديو على قبل هادشي اللي كنشاهدوه دابا حاليا ريج وضير. حنا غندوه دابا بالدارجة، هادشي اللي ضير وهادشي اللي ريج ما عجبناش حنا كمواطنين، ما عجبناش حنا كرجال، كمغاربة رجال، إلا كنا فعلا مغاربة رجال. هادشي اللي كيدور عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الإباحة وهاد الكلام الغير لائق، وبنادم طالع مع وحدة، أشناهي هادي؟ أشناهي؟ وهي كتضحك ليه وهو كيعاير ليه في والديه وكيحشي لها في الهضرة وهي عاجب الحال. شنو هو داكشي؟ شنو اش كتمثلوا لينا زعما؟ اش بغيتوا تبينوا لينا؟ فين بغيت اش بغيتوا تبينوا لنا باللي راه ما عندكمش الرجال في الدار؟ الدريات حنا راه عرفنا هاد القضيه هادي وتاكدنا باللي ما عندكمش الرجال في الدار اللي غيحكموكم. بالنسبه لهذاك البي دي اللي كيديرها اش بغيتي تمثل انت مولاي نيكس؟ انا الدكداكه غنجي غندكدكك لك انت كطحن في ابناء الشعب، مسمي راسك مولاي نيكس وكطحن فيهم وكطحن في الاخلاق ديال ابناء الشعب وكطحن في الدين الاسلامي. هذا الدكداكي، هذا هو الدكداكي اللي غيدكدكك انت وهذوك الفصيحات اللي كيطلعوا معاك في اللايف وفرحانات. والله الا عزيز عليا مولاي نيكس، عزيز عليك بروتي، عزيز عليك واحد قلبه بارد، حيت انت اصلا بواك بروتي واصلا خوتك بروتيه في الدار، وما كاينش اللي كيحكمك في الدار حيت انت كيداره وبروتيه. ما شنو كلبة ديال الخلاق طالعه مع بروتي ديال الخلاق كيدار، اش كتميلوا لنا؟ واللي كيتفرجوا فيكم كيهضر حتى هما، زيدوهم عليكم. انا مع كامل احتراماتي للرجال، الناس اللي كيطلع لها بحال هادشي وكتطلع كدوز ما تفرجش، مع كامل احتراماتي ليكم. هادشي راه كيضرب الاولاد ديالنا، وليداتنا كيضرب بهم هادشي. بغيتونا ما ضربناش النفس، حنا الكلام راه طويل، حنا جايين للهضره. واش هادشي كيضرب عيالاتنا؟ كيضرب مواتنا؟ كيضرب خواتاتنا؟ واش هادشي ما ضركمش نتوما كادارات وكمؤسسات؟ وانتوما ابناء القانون، ياك نتوما كتعاملوا قانونيا، حنا راه ابناء القانون. خرجوا واحد القانون طبقا للفصل الفلان فلاني والماده الفلان فلانيه حسب القوانين وحسب هادشي، ياك هادشي نتوما كتعرفوا ولا هادشي؟ ايوا طبقوا على هاد لي بي دي وعلى هاد اللي كيبينوا لنا هادشي عبر مواقع ولا عاجبكم الحال نتوما كمؤسسات؟ الا كان عاجبكم الحال خرجوا بشي بلاغ، قولوا حنا كمؤسسات في البلاد المغرب راه عاجبنا الحال ديال هاد لي بي دي، خليهم يطحنوا في ابناء الشعب. ولكن الا كنا نتوما رجال كمؤسسات حاكمين البلاد وحنا كمواطنين رجال، راه كضربني النفس على بلادنا وعلى ولادنا وعلى الدين ديالنا. واش كاين شي حاجه مغلى من الدين؟ راه نتوما كتقلبوا على شي حاجه، راه كتقلب شوف راه كلشي الا الدين، الا الدين كلشي نسمحوا فيه وكلشي نغمضوا عليه تيدير الله الفرج. ولكن باش تقيسني في الدين ديالي وتجيب لي واحد بيدي يبدا يعير في ابناء الشعب وفي بنات الشعب والوليدات ديالو والوليدات ديالنا كيتلمدوا على هذاك الشيء، كتعرف ما معنى تتلمذ على يد فلان؟ ودابا راه غنوليو تتلمذ على يد مولاي نيكس. وهذا الشيء واش بغيتوا تردونا؟ واش بغيتوا تقطعوا فينا واحد النفس باقه ديال الترجلانيت؟ وراه حنا ما غنقطع هذيك النفس، راه ما غتقطعش الموت ولا المدله. بغا تحيدوا فينا ديك، تنزعوا منا ديك الروح اللي باقه ديال الرجوله بهذه الطريقه ديال تصيفطوا لينا لي بي دي وتصيفطوا لنا احنا عيقان بيكم. هادشي طبقوه على دوك الجهلاء اللي ما قارينش، اللي ما واعينش، اللي ما عارفش اشنو واقع وريج وداير. سير قلب على ديالك اللي كينهبوا فيه ثروات البلاد وفي خيرات البلاد. ها اللي تمقابل مولاي نيكس كيطحن فيك، راه هادوك صيفطوا لك مولاي نيكس باش حتى هو يبقى يطحن فيك وهما يبقاو يطحنوا لنا في الاموال ديالنا وفي رزقنا وفي اموال الشعب وفي المال العام. وعاقل انت المغربي، انا مع كامل احتراماتي للرجال، انا ما كنعممش، كاينين رجال احرار اشداء نعترف بهم، ومنهم هاد السيد هذا اللي كيفيه المينيت، تحيه لجريده الواجهه. صراحه تو تملق، ما كيتملقوا حتى شي واحد، بيضه بيضه كحله كحله، وحنا حاضرين وكنشوفوا على عينينا من التهديدات وبزاف غنطلقوا لنا تهم، ما غتصوروا منا والو، حنا راه ابناء القانون وما كنتعناو حتى شي واحد بالله سبحانه وتعالى، حيت لا خالفنا القانون ما غتعقلوش علينا نتوما. هذه من جهه باش تعرفونا حنا راه قانونيا، المهم باش ما نخرجوش على الموضوع، نرجعوا للموضوع ديالنا اللي كيأثر على المجتمع ديالنا، وهو هاد الناس اللي مخليه بالحياه. المهم تحيه الاخوان، هادشي ديال التفاهه راه ما نكذبش عليك صراحه، والله الا مؤسف هادشي وحق الله حتى مؤسف، مؤسف بزاف.
واش انتم عاجبكم هادشي التفاهه؟ واش عاجبكم هادشي راه كيضرنا حنايا؟ راه ما اشوفوا ما واقع في غزه في فلسطين. لا واحد الميساج تفكرت هذا الميساج هذا، هذا واحد الميساج للاداره ديال الفيسبوك. علاش اي مواطن ناض كيدافع على القضيه ديال فلسطين وقضيه غزه ولو غير بكومونتير كضربوا ليه الباج؟ علاش؟ وفين هي امريكا؟ وفين هي حقوق الانسان؟ وفين هي العداله؟ اه هذوك الفلسطينيين اللي كيموتوا مساكن، شكون الارهاب؟ انتم الارهاب اللي كتقتلوا في هذوك الناس. اه هادشي ما هادشي انا بعدا ضربوا لي القنوات ديالي كاملين. علاش؟ لانني ادعم حركه حماس وادعم هذوك الناس. قالوا لي اشكتبوا لي في الفيسبوك انت تدعم خليه ارهابيه، لفقتوا لي تهمه تهمه لفقتها لي الاداره ديال الفيسبوك وضربوا لي كلشي القنوات ديالي على قبل انني كندوي على غزه كنكتب كومونتيرات على غزه. المهم تحيه للاخوان، وبغيت نرجع لهذا الموضوع ديال التفاهه. عيب والله الا عيب. شوفوا الدول الاوروبيه والدول الناميه اشنو ملي كتدخل اشنو كتشوف؟ هذا كيصوب طياره، هذا كيصوب كار، هذا كيصوب، هذا كيصبغ شي حاجه، هذا الناس كتبدع، الناس تبدع في شي حاجه في التكنولوجيا، شي حاجه زوينه. واش اش كتبينوا لنا نتوما؟ اشنا الحياه مخلب؟ اش كتبينوا لنا؟ العراق المسخ، التحرميات، الشوهه، الشوهه، الشوهه اللي ما عمرنا شناها، شناها معاكم يا هاد القوم هذا. اش بغيتوا عندنا ودي شوهتونا؟ وليتوا النمبر وان، الرقم واحد، حطمتوا الرقم القياسي عالمي. فاش؟ في التفاهه، فاش؟ في الشوهه وفي قله الحياه وفي الدل يا عباد الله. شومه وعيب وعار، هادشي هادشي ديال التفاهه. اخرجوا على البلاد، اطحطحتوا البلاد، اطحطحتوا الشعب المغربي، اخرجتوا على الامه. الدراري الصغار هلكتوهم، غيطلع واحد جيل ما كيعرف الا التفاهه، مريض مسطي. وتو حنا باغين نزيدوا بالبلاد، والله حتى كتدمروا في البلاد نتوما بهذه التفاهه ديالكم اللي ما طبقتوش على واحد الفصل وواحد القانون وخليتوها كتنمى وكتطلق في العروق ديالها وكتكتل وكتجدر. بسبب نتوما كادارات اللي ما درتوش واحد الفصل قانوني باش نحدوا من هذا الشيء هذا. انا الميساج ديالي هو هذه الرساله للنيابه العامه، لرئاسه النيابه العامه، خاصكم ديروا حد لهذا الشيء في اقرب وقت وفي العاجل. ما غيغلبكمش، ساهل باش ديروا فصل حسب كذا وكذا والدستور القانون كذا تخرجوا، ساهل ما غتخسروا حتى شي حاجه. المهم هذا هو اخر ميساج، لان هذا الشيء راه طلعنا، طلعنا بزاف وشوهنا ولينا كنحسبوا براسنا باننا احنا محقورين. عيب والله الا عاوني تتشوهنا بالله، والله الا الدل ولينا كنعيشوا دل في البلاد. صافي بغيتونا نعيشوا مدلولين، تحيدوا من هذيك النفيسه اللي كاينه. وسيدي حيدوها وعيشوا سيدي، خير كلام مع الله. حشومه وعار، عار وحشومه. احنا لا معنا لا حق لا قانون، وخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطيه، وحيا سيدنا محمد السادس. وكنتحملكم انتم مسؤوليه كصحابه باش الراي العام يوصلوا هذا الخبر ويعرف اش كيوقع. مع المواطن على الواجهه.